بره الباب 40 جنيه في كيلو ب 20 جنيه للمواطن. بعدين ساعتك يا باشا الحلاوه بره تباع نص كيلو ب 15 جنيه تبقى كيلو 15. الجاكيت 1020 جنيه بس سعاده الباشا. ده الرمز كويس يا باشا. واحنا مبسوطين ومرضيين. واحنا هنخلوها لك. واحنا هنخلي سعاده الباشا. نورنا ونعود الدنيا كلها يا باشا. فتحنا النهارده 5 منافذ دول خاصين بالحافظه في مدينه طنطا. في منفذ تاني كبير ده على 600 متر مكيف مشتركين مع الغرفه التجاريه. احنا بنضارب الاسعار، بنعمل مضاربه في الاسعار، والحاجه لو كانت موجوده في السوق سعرها اقل يشتروا منها. احنا ما نجبرش حاجه على حد، بس احنا بنقول رحنا شفنا الحاجه بنفسنا، حاجه اقل من سعر السوق بالربع تقريبا.